مكالمة هاتفية استغرقت 30 دقيقة يحذر فيها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان من وجود خطر جدي في سوء التقدير لتوقيت أي ضربة إيرانية. الوقت الآن يتطلب الهدوء والتفكير بعناية، يقول ستارمر. بعض التقارير التي نقلت تفاصيل هذه المحادثة أفادت بأن بازشكيان رفض الرسالة قائلاً: الرد العقابي على المعتدي هو حق للأمم وحل لوقف الجرائم والعدوان. وصفت هذه المكالمة بالحدث النادر جداً لرئيس وزراء بريطاني أن يتحدث إلى رئيس إيراني، وبأنها تظهر أهمية وجود سفارة بريطانية في طهران، وهو أمر لا تمتلكه العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة. إذن المنطقة تشتعل والمخاوف تتزايد من أن إيران ستنتقم من إسرائيل، مما دفع القيادة العسكرية الأمريكية إرسال مجموعة من حاملات الطائرات USS أبراهام لينكولن للإبحار بسرعة أكبر إلى المنطقة. كما أرسلت الولايات المتحدة الغواصة USS جورجيا والمزودة بصواريخ موجهة إلى الشرق الأوسط. بينما توجد مجموعة حاملات الطائرات USS تيودر روزفلت في خليج عمان، وتم نشر مقاتلات إضافية من طراز F-22 في المنطقة، بينما توجد السفينة الهجومية البرمائية الكبيرة USS واسب والتي تحمل مقاتلات F-35 في البحر الأبيض المتوسط.